مشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم بالقناة الإخبارية لجامعة بنها. أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في الجامعات الحكومية، وجاء ضمن هذه القرارات القرار الجمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيسا لجامعة بنها. والجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي تقلد مناصب عديدة داخل الجامعة أثبت خلالها كفاءته وجدارته، متمنين له دوام التوفيق والسداد. قام معالي الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بجولة تفقدية بكليات الجامعة ومراكزها المختلفة، وذلك لمتابعة إجراءات سير العملية التعليمية والاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد. وأكد سيادته أنه جاري الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة وسير العملية التعليمية، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، لا سيما تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، بالإضافة إلى متابعة النظافة الدورية وأعمال التأمين والحماية ومنظومة الكاميرات داخل الحرم الجامعي مع بدء الدراسة. ووجه سيادته كليات الجامعة بسرعة الانتهاء من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد بداية من اليوم الأول للدراسة، والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة وبمرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى من خلال تنظيم برنامج حافل بالأنشطة يتضمن معرضاً للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، كالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية وغيرها. ونترككم مشاهدينا مع التقرير التالي. أهلا بك يا دكتورة شيماء، خليني في البداية أوجه الشكر والتقدير لحضرتك وكل فريق إعداد قناة جامعة بنها الإخبارية على أدائكم المتميز في تغطيه أخبار الجامعة. كمان في البداية حابب أوجه خالص التحيات والتهاني لكل أسرة جامعة بنها من الطلاب القدامى والجدد وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. كعادة الجامعة كل عام تهتم في خلال فترة الصيف برفع كفاءة منشآتها وإجراء عمليات الصيانة السنوية على المدرجات والمعامل وقاعات التدريس وكافة المناطق الخدمية اللي بتقدم خدماتها للطلاب. ده من حيث أعمال الصيانة السنوية. أما أكاديميا فالجامعة بتبتدي العام الدراسي الجديد بتنظيم يوم التميز العلمي اللي بنقيم فيه كل المتميزين والمبدعين في الجامعة، سواء اللي حصلوا على جوائز الدولة أو اللي حصلوا على جوائز الجامعة أو المتميزين في النشر العلمي الدولي، كمان الطلاب الأوائل على مستوى كليات الجامعة والمكرمين في مسابقة التميز الحكومي. عايز أقول لك يا دكتورة شيماء وكل المستمعين إن جامعة بنها بتبتدي كمان العام الدراسي بعدد من البرامج الجديدة في عدد من كليات الجامعة، سواء على المستوى المرحلة الجامعية الأولى أو على مستوى الدراسات العليا. بتبتدي على سبيل المثال للحصر كلية التجارة عندها برنامجين جداد باللغة العربية والإنجليزية، كلية التمريض، كلية العلوم، وكلية الهندسة بتبتدي لائحة جديدة للساعات المعتمدة لخمس تخصصات منها اللي بتتيح للطالب انه يتخرج بعد استيفاء عدد الساعات المعتمدة اللي هي تقريبا 156 ساعة، يعني يقدر خريج البرامج دي انه يتخرج بعد 4 سنوات فقط مش 5 سنوات. عايز اقول لك ان السنه دي كمان ان شاء الله تعالى هيبقى عندنا مركز لابداع مصر الرقميه او كرياتيفا، واللي بيعتبر مساحه للابتكار داخل الحرم الجامعي في جامعه بنها. تمام يا استاذنا، ودلوقتي ممكن اسال حضرتك ايه الدور اللي بيقدمه المركز؟ خليني اقول لك ان مركز كرياتيفا او مركز ابداع مصر الرقميه هو ساحه ابتكار زي ما قلت، وده بيجي من استراتيجيه الدوله تحت قياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لخلق مجتمعات تكنولوجيه داخل محافظات الجمهوريه. احنا محظوظين ان عندنا داخل الحرم الجامعي مركز ابداع مصر الرقميه او كرياتيفا، واللي بيأهل الطلاب والخريجين وكل منسوبي المجتمع المدني داخل محافظه القليوبيه لمهارات وظائف المستقبل. المركز بيقدم دورات تدريبية
تتعلق بالتحديات اللي بتواجه الثورة الصناعية الرابعة زي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتعامل مع البيج داتا والأمن السيبراني وأمن المعلومات إلى غيرها من هذه التخصصات. كمان مركز كرياتيفا بيبقى مساحة لاحتضان الشركات الناشئة اللي بتشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات، فرصة كبيرة لكل منتسب جامعة بنها وأبناء محافظة القليوبية التدريب في هذا المركز. بنشكر حضرتك جدا مع الأستاذ الدكتور ناصر الجزاوي على هذه الطفرة المتطورة، وإلى اللقاء. أعلنت محافظة القليوبية عن حاجتها لوظائف 119 مهندساً للعمل بنظام التعاقد بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة للمحافظة، وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة، وفي إطار تفعيل دور جامعة بنها لخدمة محافظة القليوبية رافق السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية السيد الأستاذ الدكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها والسادة نواب رئيس الجامعة، وذلك لتفقد اختبارات المتقدمين للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات التابعة لها بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة. وتفقد سيادة المحافظ سير أعمال الامتحانات الإلكترونية وتوافر كافة الإجراءات اللازمة للمتقدمين، مؤكداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميداني والحلول خارج الصندوق. قام الأستاذ الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب بجولة تفقدية موسعة داخل المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وكفر سعد، وأكد سيادته على انتظام إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بكل هدوء ونجاح، هذا إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 1000 طالب وفقا لجدول زمني محدد، كما تفقد تجهيزات المطاعم والاستراحات وغرف الإقامة، وذلك للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب وتقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية. ونعرض لسيادتكم مشاهدينا التقرير التالي. أهلا ومرحبا بحضرتك معالي الدكتور. نحب نسأل حضرتك عن تسجيل الطلبة للكشف الطبي هذا العام. احنا السنة دي الطلبة المستجدين بدأنا الكشف الطبي في يوم 3/9، تم عمل موقع لطلبة لتسجيل الطلبة عليه، ودفع رسوم الكشف الطبي تم دفعها إلكترونيا عن طريق هذا الموقع. حاليا بيجي لنا تقريبا حوالي من 1000 لـ 1500 طالب كل يوم. لغاية النهاردة وصل عدد الطلبة اللي تم الكشف عليهم الطبي اكتر من 15000 طالب. طبعا احنا عندنا لغاية دلوقتي الاحصائيات لسه في مراحل ما جاتش، انما حوالي عندنا 16000 طالب لغاية دلوقتي تم الكشف على 15000 طالب، وباقي في خلال اليومين الجايين دول هيتم الكشف على بيت الطلاب كلهم. نشكر حضرتك يا دكتور. وكان في طبعا ضجة كبيرة حول مركز رعاية الموهوبين بجامعة بنها ومدى استفادة طلاب ومنسوبي الجامعة لهذا المركز. هو مركز رعاية الموهوبين تم إنشاؤه من حوالي سنة تقريبا. المركز بيخطو خطوات واسعة جدا، كل سنة كل فترة في تطوير عن اللي قبليه. احنا بنركز الأنشطة الطلابية في المركز في خلال فترة الصيف علشان الطلبة في الوقت فراغهم يقدروا يمارسوا حاجة تفيدهم أو هواية هم بيحبوها. نستعين بمجموعة من الأخصائيين من خارج الجامعة من داخل وخارج الجامعة لتدريب الطلاب في سواء في جميع المجالات سواء كانت تكنولوجية فنية أدبية علمية رياضية. عندنا طبعا كفاءات كتيرة في الجامعة بتقدر تقوم بهذا الموضوع، والحقيقة المركز بيقدم الخدمات مجانية كلها للطلبة، وبيتعمل إن شاء الله في الفترة الجاية بعد فترة الصيف دي ما تخلص ودراسة تبتدي بنتعمل مجموعة من المعارض ومجموعة من المهرجانات اللي احنا هنشوف فيها ناتج هذه الدورات اللي تمت في الفترة اللي فاتت.
شكرا لحضرتك معالي الدكتور. افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب ورشة عمل بعنوان كولاج وميكسد ميديا، حاضر فيها الدكتور مراد درويش المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وعضو نقابة الفنون التشكيلية بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة. جاء ذلك بحضور الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة. وشهدت الورشة إقبالاً مكثفاً من الطلاب الموهوبين، كذلك نظم المركز العديد من الفعاليات كمنحة شعر العامية ضمن أنشطة النادي الأدبي ومبادرة صناعة أديب وورشة الرسم والتصوير بالألوان الزيتية ومنحة التدريب على إعداد ممثل، والتي أطلقتها وحدة مواهب التمثيل والعروض الاستعراضية بالمركز. كان معكم محمد أسامة وشيماء بكري، نلقاكم قريبا وإلى اللقاء.